في تجربة هي الأولى من نوعها في المتاحف المصرية، نظمت مجموعة من الشباب عرضا للصوت والضوء داخل المتحف المصري في القاهرة. التجربة الجديدة تختلف عن الأسلوب المعتاد في استخدام الصوت والضوء الذي يرتبط بالعرض الثابت لتاريخ الأثر، حيث يتم ترتيب جولة للزائر بين مجموعة من الآثار في عدد من قاعات المتحف، ويتم تعتيم كل قاعة بالكامل فيما عدا القطعة الأثرية المختارة. ويصاحب العملية تعليق صوتي يتحدث عن القطعة الأثرية وأهميتها التاريخية. هي قامت طبعا على نفقة مجموعة من الشباب، مهندس الصوت ومهندسي إضاءة، أجروا الاستوديو، أجروا الأجهزة على نفقتهم الخاصة، وهي شباب أثريين من جوه الوزارة. الفكرة كلها عايزين يقولوا للشباب ده وقت العمل. دورنا على استوديو، ودورنا على ناس تكتب السكريبت، ودورنا على ناس تترجم، ودورنا على ناس تقدر تتطوع في العمل ده، بس الحمد لله في الآخر تم إنجاز العمل الحمد لله. إن التربية والتعليم أساس مجتمعنا منذ أن كتبنا التاريخ. الجمال في الفن المصري القديم هو العنوان الذي اختارته مجموعة الشباب القائمة على التجربة. ودار العرض المتحرك للصوت والضوء في 4 قاعات في المتحف، وشمل عدد من التماثيل التي تعبر عن الجمال في مصر القديمة. الاول رمسيس الثاني طبعا عند حضرتك امن حطب الثالث، بعد كده اتكلمنا عن فكره البعث والخلود، واتكلمنا عن التوابيت، بعد كده اتكلمنا عن تماثيل الخدم، بعد كده عند الزراعه والصناعه في حياه المصري القديم، بعد كده طبعا دخلنا في الجمال وهو اساسه الملكه نفرت. وزاره الاثار المصريه قررت تنفيذ النسخه الاولى من استخدام تقنيات الصوت والضوء في العرض الاثري بشكل تجريبي بالمتحف المصري، تمهيدا لتقييم التجربه وتطويرها بما يتيح تطبيقها في العديد من الأماكن الأثرية المنتشرة بغالبية أنحاء مصر. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.